يتمتع الشاب عبد الرحمن العجيان 28 عاما وهو أحد أبطال متلازمة داون بطاقة إيجابية كبيرة تنثر العطاء في جميع أركان عمله في أحد فنادق الرياض. الآن موظف الاستقبال بمدينة الرياض من الشباب الطيبين اللي تحبهم، وش تقول للناس؟ أول شيء كنت يمكن الطعام، أنا أعمل جاب أقدر أساعد الناس أشياء أقدر أنا ودي فعلا تجيب الله يوفقك إن شاء الله. الشاب عبد الرحمن تحدث لسبق. مرحبا فيكم، معك عبد الرحمن جيان 28. انا كنت اول اسم مدرسه، كنت صغير حمد بن ابراهيم الشيخ ذاني قديم من زمان. انا كنت صغير اسم مدرسه ابي سفيان. بعد انا كنت اول شغل فيه انا حيب البنده اول زمان. بدأ انا كنت رايح فيه السوق جمع اسم يموشي. بعد كنت اقدم في وظائف في شركات في الرياض، اسم فندق حيث الرياض حي خناطة. انا كنت اول شغل قديم استلمات تاعت ربي. أقدر أروح بالزمون أشياء، شوف أخياي شو عن أشياء معكم عبد الرحمن جيان من الرياض. كم لك شغال هنا عبد الرحمن؟ كم سنة؟ أنا وزمان 6 شهور دعت. 6 شهور الحين لك تقريبا سنة عندهم. أي نعم. طيب كيف تشوف الناس تعاملوا معك؟ هم أثبت أهلي سيحري. أنا أحبهم والعين ناصي أشياء. وش طبيعة عملك بالضبط؟ أنت تستقبلهم تكتب مثلا أسماءهم، وش سوي بالضبط؟ أنا مرجل، أنا أقدم طعام أشياء. أقدم الطعام. أيوة. طيب كم ساعة تشتغل هنا؟ أول ساعة على عصر الظهر ساعة 12. ساعة 12 يعني كم ساعة؟ ماذا الساعة؟ نعم يوم. طيب وقبلها وين تدربت؟ أي مدرسة تدربت فيه؟ ذاني كنا أول فيه حيب البندة في حي حزم. طيب وش الحين وش طموحك عبد الرحمن بعد كذا؟ وش تتمنى فيه مستقبلا؟ وش تتمنى؟ حدمه هيتي. أنا أنت مدير طموحك أنك تكون مدير يعني؟ بإذن الله. طيب وش تقول للناس؟ أنتوا إحنا ناس منكم وفيكم، وش استأثر للناس هذا؟ أول شيء أنا أحبكم، أنتوا أهلي، أنتوا أزودي، أنتوا أعي وعصي. الله يحفظك إن شاء الله عبد الرحمن، ونتمنىك إن شاء الله نشوفك في أحسن أماكن، وتكون إن شاء الله مدير، والناس كلها إن شاء الله يعني تشوف المقطع هذا، وإن شاء الله بإذن الله نزيد لك من التوفيق إن شاء الله. سلامك.